بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه واتباعه وعلى سائر المؤمنين أجمعين. نعم. طيب، ثم مسألة: والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر. نعم. فيما سبق أن ذكر هذه المسألة في قوله تعالى: والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر. فإذا في قوله هذه المسألة داخل العفو عن الكبائر، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر، فالعفو عن الكبيرة داخل فيما سبق. ومع ذلك أعاد هذه المسألة لفائدة سيذكرها الشارح. نعم. والعفو عن الكبيرة هذا أيضا جائز، هذا عاتهن على قوله العقاب، ويجوز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة. والعفو عن الكبيرة جائز، جائز يعني هذا الجواز بمعنى الوقوع. فإذا إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى هذه الصغيرة يقع العقاب على الصغيرة، كذلك لو شاء الله أن يغفر الكبيرة فيقع العفو عن الكبيرة. نعم هكذا. وهذا مذكور فيما سبق. نعم. ثم العفو عن الكبيرة متى يكون هذا؟ إذا لم تكن عن استحلال، يعني لو لم يرتكب صاحب الكبيرة الكبيرة بدون بلا استحلال للكبيرة، لو ارتكب صاحب الكبيرة الكبيرة باستحلالها فيكون كفرا فلا يعفو عنه فلا يكفر عنه. هكذا. نعم. هذا قيد. ثم يذكر الشارح هذا مذكور فيما سبق، يعني في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر فيما سبق، إلا أنه أعاده. لماذا أعاد؟ ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة، وليتعلق به قوله إذا لم تكن عن استحلال. فإذا هنا ذكر والعفو عن الكبيرة، يعني هو غير العبارة هنا، فيما سبق عبر بقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا اللفظ وهذه الكلمة واردة في القرآن كما ذكر الشارح فيما سبق، يعني هو لاحظ هذه العبارة. وهنا حينما أعاد هذه المسألة عبر بعبارة أخرى وهي العفو، لماذا؟ للدلالة على أنهما بمعنى واحد، ما هو؟ ترك المؤاخذة، ترك المؤاخذة هو المغفرة والعفو. وكذلك هنا فائدة أخرى، يعني ذكر هذا القيد، هذا القيد لم يكن مذكورا فيما سبق. ما هو القيد؟ إذا لم تكن عن استحلال. نعم. لأجل هذا القيد أعاد. ثم صرح: لو كان ارتكاب الكبيرة باستحلالها فماذا يكون حكمه؟ وهو كفر. فإذن هذا التصريح بكون الكبيرة مع الاستحلال كفر، هذا التصريح، وكذلك تقييد العفو به بما إذا لم تكن عن استحلال. نعم هكذا. والاستحلال كفر لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق. لماذا يكون الاستحلال الكبيرة كفرا؟ لما فيه تكذيب، يعني التكذيب هو المنافي للتصديق، هو الكفر حقيقة كما سبق. فإذا في ارتكاب الكبيرة باستحلالها فيه التكذيب المنافي للتصديق والتوحيد، لذلك يكون كفرا.
ثم وبهذا تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار أو على سلب اسم الإيمان عنهم. يعني وأراد الشارح أن يوجه ويؤول ظاهر بعض النصوص، فهذه النصوص تدل على تخليد العصاة في النار، وكذلك أراد الشارح أن يبين ما أخذ هذا القيد من النصوص، يعني إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر، مما أخذ العلماء هذا القيد من النصوص، يعني من هذه النصوص التي تدل على تخليد العصاة في النار، مثلا قوله تعالى: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة، هكذا ذكر سيئة مطلقا، ثم أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا السيئة يعني معصية، لو حمل على غير الشرك كما يدل ظاهره فيجب التأويل. ما هو التأويل؟ يعني من كسب سيئة باستحلالها هكذا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم هذا الخلود لو حمل على معنى الدوام، يعني التأويل، يعني خلود له معنى، يعني طول المدة إلى معنى للخلود، لو كان ذلك المعنى هنا فلا يكون هذا التأويل. نعم، إما هكذا يؤول ظاهر هذه النصوص أو على سلب اسم الإيمان عنهم، تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار أو تدل النصوص الدالة على ما؟ على سلب اسم الإيمان عنهم، هكذا بعض النصوص. فإذا لماذا يسلب اسم الإيمان؟ مثلا لا يزني الزاني وهو مؤمن، فهكذا نصوص لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني لو كان هذا على طريق الاستحلال. ثم مسألة أخرى: والشفاعة ثابتة للرسل بالأخبار في حق أهل الكبائر، الشفاعة ثابتة للرسل بالأخبار، هكذا في نسخة المطبوع، لكن في بعض النسخ والأخيار للرسل والأخيار، هكذا بواو العطف، وهو الصحيح. فإذا الشفاعة ليست للرسل فقط بل للأخيار جميعا، للصديقين والشهداء والصالحين، هكذا للجميع في حق أهل الكبائر. فإذا يكون لهم الشفاعة بالمستفيض من الأخبار، قول الشارع هذا بالمستفيض من الأخبار يدل على أن النسخة الصحيحة في المتن والأخيار، ليست بالأخبار. نعم، هذا مستفيض من الأخبار. لماذا قال المستفيض من الأخبار؟ لأن هذه مسألة اعتقادية تثبت بالأدلة القطعية، فالآحاد من الأخبار لا يثبت بها هذه المسألة، لذلك قال الشارح بالمستفيض من الأخبار. نعم، خلافا للمعتزلة، هم مخالفون في هذه المسألة، يعني هم ينفون الشفاعة. نعم، وهذا يعني نفيهم
إنكارهم صحيح لكن في حقهم فقط. الرسل والأخيار لا يشفعون للمبتدعة بما فيهم المعتزلة، بل هم يشفعون لأهل السنة فقط. فإذن هذا قولهم صادق وواقع في حقهم فقط. ثم وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. ما الشفاعة أنواع لمغفرة الذنوب، وكذلك أولا. ثم بعد دخول بعد العساة في الجنة تكون الشفاعة لإخراجهم، وكذلك وتخفيف عذابهم، وهكذا يعني. ثم بالنسبة إلى الصالحين تكون الشفاعة لرفع درجاتهم، هكذا أنواع من الشفاعة كلها ثابتة. لكن ذكر في هذا المتن شفاعة أهل الكبائر، فهذا كيف يكون؟ بالعفو والمغفرة أو بإخراجهم بعد دخولهم النار بسبب الكبائر، وهذا أيضا صادق. نعم، وبالشفاعة أولى. وعندهم يعني عند المعتزلة لما لم يجوز لم تجوز، يعني لا يجوز عندهم العفو والمغفرة عن الكبائر بدون التوبة كما سبق. فإذن لا يجوز العفو والمغفرة بالشفاعة أيضا، هكذا قالوا. إذن دليلنا لنا قوله تعالى فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة، وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم معنا، لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم، هكذا. أولا دليلنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا ما معنى استغفر؟ استغفر هنا بالنسبة إلى ذاته صلى الله عليه وسلم، إليه صلى الله عليه وسلم، معنى الاستغفار طلب رفع الدرجات. نعم، كما ورد في الأحاديث هذا الاستغفار كما يدل عليه الأحاديث يستعمل بمعنى رفع الدرجات. يعني هناك كثير من الأعمال هي مكفرات للذنوب، فإذن بالنسبة إلى رجل ليس له ذنب نصلا لو عمل هذا العمل هل يفيده من هذا الجانب؟ نعم يفيده، كيف؟ برفع الدرجات. نعم، مثلا هذا المشي إلى المسجد للجماعة، كل خطوة تكفر عن سيئة وترفع حسنة، هكذا. فإذا هكذا رفع الدرجات، كذلك تضعيف الحسنات، مضاعفة الحسنات من معنى المغفرة. فإذا استغفر لذنبك يعني ودع الله سبحانه وتعالى لرفع درجتك. وللمؤمنين والمؤمنات، هذا بمعنى يعني الاستشفاع، اشفع للمؤمنين والمؤمنات. هذا الاستغفار شفاعة. نعم، وبهذه الآية تثبت الشفاعة. وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإذن الآية الأولى فيه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا القول قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الشافعين الشافعون الرسل وغيرهم جميعا. نعم، إذن لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا النفي يفيد ثبوت الشفاعة في الجملة، وإلا لا يكون لنفي الشفاعة عن الكافرين فائدة. من هذا الطريق استنبت ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. نعم،
هذا الذي يذكر الشعري، فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة بالجملة، وإلا يعني وإن لم يدل لما كان للنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم معنا. لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموا، أن يوصفوا بما يخصهم، أن يوصفوا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم. يعني لو لم يكن ثبوت الشفاعة في الجملة فيكون هذا النفي في هذه الآية عاما للكافرين وغيرهم، هذا لا يكون له معنى. يعني ينبغي أن يكون هذا النفي، يعني نفي الشفاعة، مترتبا على كفرهم. لو كان نفي الشفاعة مترتبا على كفرهم فالشفاعة ثابتة لغير الكافرين، هكذا تفيد الآية. ثم وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه أما عداه، حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفة. ليس هكذا، وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه أما عداه، يدل على نفيه نفي الحكم. ما هو الحكم هنا؟ عدم الشفاعة. هذا عدم الشفاعة، نفي عدم الشفاعة ثبوت الشفاعة. هذا ثبوت الشفاعة لا يكون ثبوت الشفاعة يكون لغير كافرين، حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقوم بمفهوم المخالفة. ممكن هكذا يكون معارضة أو منع من جانب الخصم، أن هذه الآية تدل على ثبوت الشفاعة بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس بحجة. ممكن هكذا يعارض، لذلك هو أجاب. لا يعني هذا البيان لا ليس مراده أن هذه الآية تدل بمفهومها المخالفة على ثبوت الشفاعة، بل هذا من أسلوب الكلام. ثم بعده وقوله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، عليه السلام، كذلك دليلنا هذا القول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني ليس هذا حصرا، بل لهم أيضا شفاعتي، هذا معناه. وهو يعني كما يدل على ثبوت الشفاعة لأهل الصغائر، هناك أدلة كثيرة تدل على ثبوت شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل أهل الصغائر. فإذا معنى هذا الحديث يكون شفاعته لأهل الكبائر أيضا. ممكن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص أهل الكبائر نظرا إلى ما سيكون من إنكار المعتزلة، وهو مشهور. يعني هذا الحديث مشهور، بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. هذا ما اتفق عليه المحدثون، في باب الشفاعة الأحاديث متواترة المعنى، كما ذكر ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري. نعم، وغيره أيضا قال: واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى. فإذا ما هو دليل المعتزلة من على نفيهم الشفاعة؟ واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. لا يقبل منها شفاعة، يعني من نفس لا تقبل شفاعة، هكذا. وقوله تعالى: اتقوا يوما ترجعون إلى الله، لم يذكر هناك الشفاعة، كذلك لا يقبل منها شفاعة، كذلك قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هكذا نفي الشفيع في هذه الآية. هم استدلوا بمثل هذه الآية. والجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال،
أنه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة. أولا نسلم أن هذه الآيات دلالتها عامة في الأشخاص والأزمان والأحوال، بل هناك تخصيص. يعني هذه الأدلة يعني لا تدل على العموم، لو سلمنا أنها تدل على العموم كما يزعم المعتزلة ما هو الجواب بعد التسليم؟ تسليم العموم يجب تخصيصها. لو كان هذه النصوص عامة يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة، وإلا يكون يعني نفي مدلول هذه الآيات، يعني استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كذلك ما تنفعهم شفاعة الشافعين كذلك، هذا صريح يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث مشهور. كذلك في باب الشفاعة الأحاديث متواترة المعنى. فإذن لو تمسكنا بالعموم الذي يدل عليه هذه الأقوال، فاتقوا يوما لا يقبل منها شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع، يكون في هذا التمسك رد لهذه الأدلة التي لهذه النصوص التي تدل على ثبوت الشفاعة للرسل وسائر الأخيار. نعم، إذن جمع بين الأدلة يجب أن لا الشفاعة أو الشفيع لا يكون للكفار. نعم، ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة كما يعني سبق البيان والإجماع، قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب، وكلاهما فاسد. يعني أصل العفو والشفاعة ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، كذلك ثابت بالإجماع، قالت المعتزلة هذا العفو عن الصغائر مطلقا، يعني سواء تاب أو لم يتب، صاحب الصغيرة لو تاب أو لم يتب يعفى عنه. فإذا ليس عندهم يعني تيسير للصغائر، هذا صغيرة ذكرنا فيما سبق، يعني العقاب على الصغيرة ليس جائز ليس بواقع، هكذا قالوا. يعني هذا تأثروا بعقيدة النصارى، هم الذين يقولون أن ابن الإله يعني عيسى بن مريم هو يعني صلبة، يعني هذا الأبو ضحاه بتحمل ذنوب الأمة بتحميله ذنوب الأمة كلها، هؤلاء تأثروا بتلك العقيدة الباطلة الفاسدة. نعم، فإذن عندهم الصغيرة لا تؤثر أصلا، لا يعاقب عليه أصلا، هذا الذي قال المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا ثم عن الكبائر بعد التوبة، إذن معنى مطلقا بعد التوبة أو قبل التوبة الصغائر يعفى عنها، عن الكبائر بعد التوبة. نعم، هكذا حملوا العفو الثابت بالكتاب والسنة والجماع، ثم الشفاعة، حملوا الشفاعة الثابتة بالكتاب والسنة والجماع لزيادة الثواب فقط، ليس للعفو والمغفرة، الشفاعة ليست للعفو والمغفرة بل لزيادة الثواب، هكذا قالوا، وكلاهما فاسد. يعني ما حملوا العفو عليه والشفاعة عليه اعتقاد فاسد. أما الأول فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للعفو. أما الأول فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة، هذا مرتكب الصغيرة الذي يجتنب الكبيرة، وهذا الرجل كذلك التائب من الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم. ثم ما معنى العفو؟ فلا معنى للعفو عندهم، أشبع عقيدتهم العفو لا يفيد. نعم، ثم وأما الثاني فلأن النصوص، يعني
هم قالوا العفو عن صاحب الكبيرة بعد التوبة. العفو ينبغي أن يكون ممن يستحق العذاب. العفو يعني عفون عن العقاب والمؤاخذة، ترك المؤاخذة ممن يستحق العقاب. لكن هذا الذي ارتكب الصغيرة المجتنبة عن الكبيرة أو التائب من الكبيرة لا يستحقان العذاب. ما عدم استحقاق العذاب فماذا معنى العفو؟ ترك المؤاخذة بعد استحقاق المؤاخذة، فهذان لا يستحقان المؤاخذة. ثم ما معنى ترك المؤاخذة؟ فإذا هذا يعني قول فارغ عن المعنى غير مفيد. أما الثاني فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية، هذا معنى الشفاعة طلب العفو عن الجناية. فإذا هذه الأدلة التي تثبت الشفاعة، فهذه الشفاعة لأهل الكبائر يعني لأصحاب الذنوب للعساة من المؤمنين. ثم بعده مسألة أخرى، وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. نعم مسألة أخرى سنقرأ فيما بعده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما أخطينا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.